بابا مباسن ذا ميدلز، الميداليات، بابا مباسن قصتهم. خلينا نشوف نشوف القصة، نعطيها زوم شوية. يقول one day we went on a mountain walk، يقول في أحد الأيام نحن ذهبنا في جولة جبلية، جولة في الجبال. جيم كوبر was running up the mountain like a goat، يقول جيم كوبر كان يركض، يعني مسرع، كان يركض مسرعا للجبل. like a goat أشبه بالعنزة، أشبه بعنزة الجبال. come on guys faster faster، يقول هيا أيها الأصحاب، أيها guys، صاحب أو صديق أو رفيق. faster faster، أسرع أسرع. he called، هو كان ينادي. suddenly، فجأة. he slipped and fall، فجأة هو تزحلق، تزحلق ووقع. he screamed يعني هاي هو هو صرخ. my leg، ساقي. it's broken، إنها مكسورة أو تم أو كسرت. شو كان عزيز found two sticks and tied them to Jim's leg، يقول تشوك، تشوك وعزيز وجدوا قطعتين، يعني عصا، يعني اثنين من العصي. and tied them، وربطوها to Jim's leg، ربطوها حتى يخلوها على يعني ساق جيم. that's better، هذا أفضل، said Jim، قال جيم. but I can't move، ولكني لا أستطيع التحرك، الحراك، لا أستطيع أن أتحرك. two of you will have to go to the nearest farm، اثنان منكما سوف يجب عليهم أن يذهبا to the nearest farm، إلى أقرب مزرعة. and send a message، ويرسلون رسالة. can any of you drive، هل يمكن أي منكم أن يقود، يسوق. I can، أنا أستطيع، said Basim. I drove a tractor on my uncle's farm، أنا كنت أقود أو أسوق التراكتر، تراكتر، أوكي، تراكتر في مزرعة عمي، أوكي، طيب. باسم and I، باسم وأنا، went back، عدنا to the bus، إلى الباص، الحافلة. I found the nearest town، أنا وجدت أقرب مدينة on the map، على الخريطة. and gave directions، وأعطيت الاتجاهات. after an hour، بعد الساعة، حوالي ساعة. we saw some houses، رأينا بعض البيوت. stop at the first one، توقف عند أول بيت. I said، أنا قلت. a young man opened the door، رجل شاب فتح الباب، رجل شاب فتح الباب. can you help us، هل يمكنك أن تساعدنا. asked باسم، طلب منه باسم. there's been an accident، هنالك حادث، تم وقع هناك حادث. we have to send a message to the southport، يجب علينا أن نرسل رسالة إلى منطقة southport. it's urgent، إنها ملحة، شغلة ملحة، مستعجلة. in a very short time، a rescue helicopter arrived، في غضون وقت قصير جدا. a rescue helicopter، هاي طائرة الهليكوبتر، الحوامة الإنقاذ، طائرة الهليكوبتر، طائرة إنقاذ. arrived، وصلت. the pilot was a Dick Bird، was Dick Bird، السائق الطيار كان Dick Bird. climb up، تشبثوا أو اصعدوا، climb up نتجي اصعدوا. he shouted، هو صرخ. and I look out for your friends، طبعا هاي لو بلدنا يعني واحد يصير به هيك كان مات، و مو ما مو ما شغلته مال الهليكوبتر، يعني حتى سيارة جزء ما يلقى لكل يوم، مهم أو جزء ما يودو. and look out for، طيب، and look out for friends، وانظر، يعني انتبه إلى أصدقائك. if you see them shout، إن رأيتهم فأصرخ. okay shouted باسم، حسنا، صرخ باسم. they both had to shout، كلاهما كان عليهما أن يصرخا. because there was a lot of noise، لأن كان هناك الكثير من الضوضاء. in the helicopter، في الهليكوبتر، ضوضاء. five minutes later I saw them، خمس دقائق من ذلك، بعد ذلك أنا رأيتهم. over there، this time I shouted، هناك. over there، هناك. this time I shouted، هذه المرة أنا صرخت. Chuck, Paul, Hans, and Aziz were
تشوك بول هانز انا عزيز وير ويفينج ارمز. هذا الاشخاص كانوا يلوحون بذراع بايديهم بذراع اذرعهم اند جاكيتس باذرعهم ومعاطفهم لايك فلاجز مثل الاعلام ان ذا ويند في الرياح مثل الاعلام في الرياح بهبوب الريح. اوكي وي لاندد نحن وهبطنا تشوك and Hans tried to pick Jim up. Chuck and Hans حاولوا to pick Jim up, حاولوا التقاط يعني حاولوا التقاط Jim رفعه شيله يعني حاولوا يشيلوه, هذا المقصود ب pick up يشيل يرفع. No no said Dick, كلا كلا قال Dick you mustn't move him, أنتم لا يجب عليكم أن ترفع أن تحركوه. المصنت الزام به تجديد. Not like that, ليس كذلك, ليس مثل, ليس على هذا النحو. You never know, انتم لا تعرفون ابدا. It might be serious, الامر يمكن ان يكون خطيرا. We'll make a stretcher, نحن سوف يعني نعمل له هذه الستريتشر العكازه. اوكي نصنع له عكازه. Very carefully, برفق جدا يعني very careful. باسم وانا lifted Jim, رفعنا Jim on our stretcher, على هاي العكازة مالتنا. It was made from two pieces, كانت مصنوعة من قطعتين اثنتين of wood, من الخشب. And three sweaters, ومن ثلاثة يعني قمصان. We carried him, نحن حملناه to the helicopter, إلى الطائرة. Then we got in, ثم نحن دخلنا ركبنا يعني دخلنا بال got in, هنا ال in في الداخل يعني داخل الهليكوبتر. I've been on the radio to Southport Hospital, said Dick. They know we are coming. I've been on the radio. يعني هذا اللي يقصد به الراديو الاتصال بمستشفى Southport. Said Dick. I've been on the radio. هذا الاتصال اللي اتصل به هذا الديك السائق. يعني دي يقول راح نوصل المستشفى Southport. They know we are coming. هم يعلمون أن سوف أننا قادمون, هم يعلمون أننا قادمون. We left Jim at the hospital, نحن تركنا جيم في المستشفى. And a friend of Dick's, وأحد أصدقاء Dick drove us back, يعني قادنا يعني عاد بنا to the camp, إلى المخيم. Bob Basim, somebody shouted. Bob Basim, somebody shouted. واحد صاح Bob Basim. It was Rod Border. كان Rod Border. He was running toward us. كان يركض نحونا. What have you done now? ماذا أنتم قد فعلتم الآن؟ I asked Basim. أنا سألت Basim. Bob. said Basim laughing. Bob said Basim, قال Basim ضاحكا. It was only this. العفو هنا. Well done, said Rod. أحسنتم, قال Rod. You are fantastic. أنتم رائعون. You are going to get a medal. أنتم سوف تحصلون على ميدالية. Both of you, كلاكما, the World Youth Camp medal, ميدالية مخيم الشباب العالمي. The next day, اليوم التالي, everybody cheered as Rod Border pinned on Basim's medal. يقول في اليوم التالي الجميع cheered يعني ابتهج مثل Rod Border pinned on Basim's medal, حيث انه قرص او يعني pinned on Basim's medal. Thank you Rod, هاي من اخذها باسم الميدالية. Thank you Rod, شكرا يا Rod,
said باسم قال باسم smiling مبتسما then Rod pinned on my needle ثم هذه رود استلم هذه then Rod pinned on my needle he pressed too hard okay هذا شلون نقول قرص يعني ضغط عليها الميداليه ميداليتي he pressed too hard ضغط عليها بشده اوتش يعني هاي اخ I screamed انا صرخت I thought it was the ants again انا صرخت انا فكرت ان هذا ان من مره ثانيه I ran انا ركضت ants انا ركضت صرخت I shouted النمل as I jumped into the pool و يعني as I jumped حينما يعني بهذا نفس الوقت قفزت في البول الحوض بوب said باسم laughing بوب said باسم قال باسم ضاحكا it was only this انه فقط هذا he was holding up the pin of the needle هو فقط كان يعني يحمل البن هذا البن الدبوس دبوس الميدالية اوكي اللي هي هذه اوكي او نو كلا اي سيد انا قلت واي مي لماذا انا لماذا هذه الاشياء دائما تحدث لي هاي البن اعزائي هذه البن البن مقصود به دبوس وهنا الظاهر دبوس من جاي يخلي تم قرصه يعني pinned on my needle شلون يعني جاي سلم الميدالية فمن جاي يخلي هذا الدبوس فقرص الدبوس ويعني صرخ وتصور انه هذا النمل هو اللي قرصه هنا عندنا الإجابة على الأسئلة Who was leading the walk in the mountains? Who was leading? من كان يقود الجولة في الجبال؟ جيم كوبر Who drove the bus to get help? من قاد الحافلة للحصول على المساعدة؟ باسم Who pinned the medals on? من يعني ثبت أو شو نقول pin ثبت بدبوس ثبت بدبوس يعني ألصق الميداليات على بوب أند باسم رود بوردر أوكي تقل الصفحة الأخرى طبعا هاي التايتل هاي طبعا دائما هاي ستوري تايم يعني شارحة ونيو وورز كلمات جديدة وإذا تحبها وإذا ما تحبها عن ماذا تتكلم الكاركترز الشخصية في التايتل عنوانها complete the sentences using the words in the box أكمل الجمل مستخدمين الكلمات في البوكس في الصندوق drop قاد بروك كسر ثوت فكر ريسكيود تم انقاذه جيم كوبر بروك هيز ليج جيم كوبر كسر ساقه اون ا ماونتين ووك في جوله في الجبال باسم ريسكيود تو ذا نيرست تاون باسم تم يعني انقاذه تو ذا نيرست الى المدينه الاقرب الى اقرب مدينه ديك بوب و باسم دروف جيم بوب وديك وباسم دروف قادوا أو ساقوا جيم أخذوا في سيارة يوزنج هوليك العفو قادوا ساقوا يعني قادوا المستخدمين يعني وصلوا بالهوليكوبتر when he was getting his medal عندما يعني هو حصل على يعني كان في حالة حصوله على ميداليته بوب thought an ant bit him بوب فكر أن هناك نملة عضته أوكي